أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف. كنا في الحديث السادس، وهو المروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في هذا المقطع يقول الإمام عليه السلام: فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله، وهو الإقرار بما أنزل من عند الله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنه أخبركم أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في هذا المقطع من هذا الحديث الشريف، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يستدل بعدة آيات قرآنية على لزوم معرفة الإمام والرد إليه. الآية الأولى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكرنا فيما مضى أن أولو الأمر في هذه الآية ليس المقصود بهم الحكام، حتى إذا كانوا عدولا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بإطاعة نفسه إطاعة مطلقة، ويأمر بإطاعة رسوله وإطاعة ولاة أمره إطاعة مطلقة. ولي الأمر إذا كان معصوما فكلامه يتطابق مع كلام الله سبحانه وتعالى دائما، لأنه معصوم لا يذنب ولا يخطئ، فإذا أطعته فقد أطعت الله، لأن كلامه، لأن أوامره، لأن نواهيه هي كلام الله وأوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلأنه معصوم ولأن كلامه وحي من الله سبحانه وتعالى، فإذا أمر أو نهى فكلامه صحيح 100% متطابق لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هسه نجي إلى ولي الأمر. إذا ولي الأمر معصوم فكل كلامه صحيح يتطابق مع كلام الرسول ومع كلام الله، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الله وأطعت رسوله. لكن إذا هذا الولي الأمر لم يكن معصوما، حتى إذا كان عادلا فضلا عن كونه فاسقا، الفاسق يذنب، العادل يخطئ إذا لم يكن معصوما. فإذا أمر أمرا بالخطأ أو بالعصيان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. أنت تطيع الله لو تطيعه هو. إذا أطعت الله فقد عصيته، يعني عصيت هذا الولي للأمر، وإذا أطعت هذا الولي للأمر فقد عصيت الله سبحانه وتعالى. يصير تناقض في الآية، والقرآن أجل من أن يكون فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا الولي للأمر إذا أخطأ أو إذا عصى فأمر بأمرا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أطعت الله فقد عصيت ولي الأمر، وإذا أطعت ولي الأمر في هذا الذي أخطأ فيه أو عصى فيه فقد عصيت الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تطيع الله وأن تطيع ولي الأمر إذا لم يكن معصوما في موارد خطئه أو عصيانه، وحيث إن الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعة ولي الأمر إطاعة مطلقة، هذا يكشف عن أن الذين أمر الله بإطاعتهم من ولاة الأمر إنما هم معصومون، بحيث أنه إذا أطعتهم فقد أطعت الرسول، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زين، من هؤلاء المعصومون؟ أجمعت الأمة على أن الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله باستثناء الإمام علي بن أبي طالب، سواء أبي بكر أو عمر أو عثمان أو سلاطين بني أمية أو سلاطين بني العباس، أجمعت الأمة على أنهم ليسوا بمعصومين. فإذا هذه الآية دلت على عصمة ولي الأمر فلا تشملهم، لأن هؤلاء ليسوا بمعصومين بإجماع الأمة. الجماعة الوحيدة التي أدعي لها العصمة وثبت ذلك بالدليل هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فالآية تنحصر بهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى في هذا المقطع. الآية الثانية التي يستشهد بها الإمام عليه الصلاة والسلام وهي في سورة الأعراف: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا نشوف سياق الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد إلها مصاديق، من مصاديقها أنه واحد يتزين حينما يذهب إلى المسجد للصلاة، كما أن أحدنا إذا أراد أن يلتقي بشخصية مهمة يتزين، يلبس أفضل ملابسه، يتعطر مثلا، يكون مرتب في ذلك اللقاء. كذلك إذا أنت تريد أن تذهب إلى المسجد، والمسجد بيت الله سبحانه وتعالى، وتقيم الصلاة، يعني تتكلم مع الله: إياك نعبد وإياك نستعين، فكن مرتبا بأفضل ملابسك، وتعطر، وسرح مثلا لحيتك بالمشط، وتزين، واذهب إلى المسجد. هذا مصداق. المصداق الأتم والأهم أن هذه الصلاة وهذا الذهاب إلى المسجد مظهر، هذا المظهر ضروري، لكن ينبغي أن يكون لهذا المظهر مخبر ظاهر وباطن. الظاهر ضروري والباطن أشد أهمية. العبادة المخلصة، الإخلاص روح العبادة. إذا واحد يصلي صلاة مرتبة جدا لكن برياء صلاته باطلة. إذا واحد قلبه نظيف ما يصلي، هذا ما يفيد. الظاهر والباطن معا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. العقائد الحقة تزين الإنسان، تزين باطن الإنسان. قلب الإنسان قد يكون أسود، وقد يكون في قلب الإنسان نور. العقائد الصحيحة هي نور في قلب الإنسان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مصداق تزين ظاهريا. المصداق الآخر تزين باطنيا بالعقائد الصحيحة وبالتفكير الصحيح، لا كالمنافقين الذين هم كأنهم خشب مسندة. الخشب الذي سند على جدار قد يكون جميل، النجار جاي مرتب هذا الخشب وصابغه وجعله بحلة جميلة، لكن هذا الخشب لا روح فيه، قد يكون أجمل من الشجرة الحية لكن الشجرة فيها حياة، الخشب ما فيه حياة. المنافق كهذه الخشبة، لأنه منافق فيحاول كتمان نفاقه بتزويق الكلام، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأن كلامهم كلام جميل في ظاهره إيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق برسوله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كلامهم جميل، التوحيد والنبوة، لذا الرسول صلى الله عليه وآله يعجب بكلامهم لأنه كلمة حق لكن يراد بها باطل، قلوبهم سوداء. فزينة الإنسان الباطنية بالعقائد الحقة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الآية الثالثة وهي في سورة النور الله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الآية الثالثة التي الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع يستشهد بها. في بيوت أذن الله أن ترفع، إذنا تكوينيا وإذنا تشريعيا. الإذن التكويني يعني الله سبحانه وتعالى رفع هذه البيوت شاء الناس أم أبوا. الإذن التشريعي بأن الله سبحانه وتعالى آمر باتباع أصحاب هذه البيوت. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني الله سبحانه وتعالى أذن أن يذكر فيها اسمه. أحيانا واحد بنفاق يريد أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، الله لم يأذن له إذنا تشريعيا، لذلك صار فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هذا المرائي الله لم يأذن له بأن يذكر اسمه وهو في حالة الرياء، إذنا تشريعيا يعني لم يأذن له بإذن تشريعي، لم يجوز له. لذا الصلاة الريائية مع أنها ذكر لله في الظاهر لكنها نار، لأن الإنسان أشرك في صلاته غير الله سبحانه وتعالى، لذا الرياء شرك خفي. أما البيوت الطاهرة أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو، يعني في الصباح الفترة الصباحية، والآصال الفترة المسائية، الأصيل هو العصر قريب غروب الشمس. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى يبين الأوصاف، مو كل واحد ادعى أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بالسيف تغلب هذا يكون هو الخليفة لرسول الله. كلا، الدنيا دار أسباب ومسببات. الله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. في آية أخرى بالنسبة لليهود يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يعني إذا آمنوا الله سبحانه وتعالى يعزهم في الدنيا والآخرة. حبل من الناس يعني اتصلوا بالقوى العظمى مثلا فقد تكون لهم عزة ظاهرية دنيوية وغلبة ظاهرية دنيوية. مو كل واحد اجى ادعى ثم جمع له كم واحد وبالسلاح تغلب هو يصير صاحب الحق، كما يقول بعض العامة الحق لمن غلب، أي واحد غلب فالحق معه. إذا طائفتان اقتتلتا زين، واحد حاكم والآخر محكوم، يعتبرون المحكوم هو الباغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. زين، هذه الفئة الباغية إذا انتصرت صارت السلطة بيدها، تنقلب الآية تصير على حق، الحق لمن غلب. إلى البارحة كانوا هم الفئة الباغية لأن الحكومة كانت بيد غيرهم، الآن تغلبوا وصاروا هم الفئة الحقة والحق معهم. هذا منطق كن مع القوي، كن مع السلاح، المنطق الانتهازي البعض جعلوه عقيدة دينية. لذا يزيد بن معاوية عنده خليفة رسول الله والعياذ بالله، المتوكل العباسي بفسوقه وفجوره وكفره عندهم الخليفة محيي السنة. لماذا؟ لأنه ورث السلطة وتغلب على أعدائه بالسيف فصار هو الخليفة الحق. كلا، ليس هكذا الأمر. خلافة الرسول صلى الله عليه وآله تحتاج إلى مواصفات، هذه المواصفات لا تتوفر في الناس العاديين من المؤمنين، فضلا عن الفسقة الفجرة. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله علم الكتاب الله سبحانه وتعالى أورثه لمن؟ علم الكتاب كان لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. علم الكتاب عند الرسول صلى الله عليه وآله. زين، بعد الرسول ثم أورثنا الكتاب، مو المراد الكتاب يعني القرآن برسمه، القرآن برسمه الآن يعني هذا القرآن المطبوع بين الدفتين، هذا يوجد بيد كل المسلمين، حتى الكفار كثير منهم يقتنون نسخ من القرآن الكريم، فليس المراد رسم القرآن، المراد علم القرآن كما ورد في الروايات المعتبرة عند الفريقين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الله اصطفاهم، فأكو في هذه الأمة ناس الله اصطفاهم، وليس المراد جميع المسلمين، لأن المسلمين فيهم الفسقة الفجرة الخونة، هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. كلا، ألا أنت تدخل في واقع المسلمين، ألا يوجد ناس أسوأ من الكفار؟ هذا الله اصطفاه يعني؟ ألا يوجد قتلة زنات سراق؟ كثير موجود وهو يدعي الإسلام، هذا ليس مصطفى. الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى تخليص الإنسان من الشوائب، خلقه مصطفى، فليس المراد الجميع، المراد البعض. ثم أورثنا الكتاب يعني علم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفيناهم من العباد. زين، ذول العباد ثلاث أقسام، قسم فمنهم مقتصد الناس المؤمنين، ومنهم ظالم لنفسه، الآية هكذا، فمنهم ظالم لنفسه. المسلمون الذين يرتكبون المعاصي، ومنهم مقتصد، المؤمنون من المسلمين، بعدين وسابق بالخيرات. سابق بالخيرات هو الذين اصطفاهم الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. العباد مجموعة اصطفينا منهم، زين ذول العباد المصطفى منهم سابق بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين الأنبياء عشرات الألوف والأوصياء، وقليل من الآخرين الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. زين، فإذن الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، شنو الأوصاف اللي احنا نهتدي عبر تلك الأوصاف إلى أن هذا الإنسان اصطفاه الله؟ الظاهر قد يكون بشكل واحد، يعني المعصوم يصلي، الإنسان الفاسق هم قد يصلي، الإنسان العادل هم يصلي. احنا شلون نميز أن هذا الإنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الإمام، في آيات وروايات متعددة بينت أوصاف. في هذه الآية الثالثة في هذا المقطع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها له بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا الوصف الأول، الأمور المالية لا تلهيه عن ذكر الله بحيث أنه ينشغل عن ذكر الله بتجارته ببيعه. كان مجموعة من الصحابة في يوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وآله يخطب على المنبر، فإذا دخل موكب تجاري، قافلة تجارية بضوضائها، تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب وذهبوا إلى تلك القافلة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. أما هؤلاء الرجال المعصومون عليهم الصلاة والسلام اللي هم من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. التجارة أعم من البيع، أو يراد بالتجارة هنا الشراء، الأمور المالية لا تلهيهم عن ذكر الله. شوف، هذا الإنسان التهى عن ذكر الله، غفل عن ذكر الله، هذا ليس مشمول بهذه الآية، وليس هو العبد المصطفى. هذا أولا. وإقام الصلاة، يعني التجارة والبيع لا تلهيه عن إقامة الصلاة، هذه الآية لا تشمل الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله قائما في المسجد وذهبوا إلى اللهو. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الأمور المالية لا تمنعهم عن الزكاة، لأن كثير من الناس لا يزكي، لا يدفع الصدقة الواجبة، الحقوق الشرعية لا يدفعها، هذا لا تشمله هذه الآية. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخاف من الله لولا، يخاف القيامة لولا. إذا ارتكب المعاصي فمعنى أنه لا يخشى الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الآية الثالثة أيضا بضميمة الآية الأولى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والآية الثانية خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآيات وكذلك آيات أخرى تدل على أنه أنت لازم تتبع المعصوم الذي يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يغفل عن ذكر الله في جميع حركاته وسكناته وفي جميع حالاته. وهذه الأوصاف لا تنطبق على المؤمنين حتى، وإنما تنطبق على المعصومين عليهم الصلاة والسلام. نعم، المؤمنون في درجات نازلة من ذلك، قد يغفل عن ذكر الله وقد يتذكر الله سبحانه وتعالى. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا ارتكب فاحشة استغفر لذنبه مثلا، هذه درجات نازلة. أما واحد يكون دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يغفل عن ذكر الله، دائما يخاف القيامة، يترك جميع الذنوب، فهذا منحصر في المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قد استخلص الرسل لأمره. استخلص يعني جعلهم مخلصين، اصطفاهم. الاصطفاء شنو هو؟ أخذ صفو الشيء، ما في شوب، ما في كدر. الذنوب شوب وكدر، هؤلاء ليس فيهم ذلك. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآية الأخرى بالنسبة إلى الأئمة من أهل البيت كما تلوناها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء لحمل أمره، ليبلغوا. إذا هو مذنب، هو عاصي، كيف يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى إلينا؟ وكيف نثق بكلامه؟ إذا هو يخطئ، كيف نثق بكلامه أن هذا الكلام مو خطأ؟ يعني إذا واحد إجا قال الأنبياء يخطئون، زين الكلام، الأمر اللي أمرنا به هذا خطأ لو مو خطأ، كيف نتبعه في ذلك؟ لازم يكون معصوم حتى نعلم بأن كلامه هذا من الله سبحانه وتعالى. يجب أن لا يكون عاصيا حتى نعلم بصدق حديثه. إن الله قد استخلص الرسل لأمره، يعني لحمل أمره، للتبليغ. ثم استخلصهم مصدقين بذلك في نذره. ثم بعد ذلك الأنبياء النذر: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكما أن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء، اصطفى الأوصياء أيضا. كما الأنبياء مبشرين ومنذرين، كذلك الأوصياء مبشرين ومنذرين. إذا احنا نراجع الآيات نشوف الذي أمر الله سبحانه وتعالى بإطاعته لا يمكن أن يكون عاصيا أو مخطئا، وإنما إنسان منزه من كل عيب ونقص وذنب وخطأ. وهذا الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وآله منحصر في الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الحديث تتمة نتركه في حلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.